الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. حصول الشرك في الأرض بعد نبي الله إدريس عليه السلام. بعد وفاة سيدنا إدريس عليه السلام حصل الشرك بين الناس، واستمروا على هذا زمنا إلى أن بعث الله نوحا عليه السلام يدعوهم إلى الإسلام. فبين إدريس ونوح عليهما السلام 1000 سنة، وتلك الفترة تسمى الجاهلية الأولى. فبهذا يكون نوح عليه السلام هو أول نبي أرسل إلى الكفار يدعوهم إلى الإسلام، وقبل هذه الفترة كان الناس على الإسلام. وحول هذا الأمر دار لغط كبير خبط فيه بعض المفسرين خبط عشواء، حتى وصل بهم الأمر إلى إنكار أن آدم عليه السلام نبي، فوقعوا في الكفر والعياذ بالله تعالى، بل هو نبي رسول كما ورد ذلك في حديث أبي ذر الذي أخرجه ابن حبان وصححه وأقره الحافظ ابن حجر. ولا معنى لإنكار بعض المبتدعة رسالة آدم، وبعضهم ينكر نبوته، ولا حجة لهم في حديث الشفاعة الذي فيه أن الناس يأتون آدم ليشفع لهم ثم نوحا، فيقولون لنوح أنت أول الرسل اشفع لنا إلى ربك، رواه البخاري وغيره، لأن معناه أنت أول الرسل إلى قومه المنتشرين في الأرض، لأن الأنبياء الذين بعده كان النبي منهم يرسل إلى قومه، كما أخبر الله عن عيسى عليه الصلاة والسلام أنه قال يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم. فقد خالفت المبتدعة في قولهم هذا قول الله تعالى كان الناس أمة واحدة، قال ابن عباس رضي الله عنهما أي كلهم على الإسلام. فبماذا تقول المبتدعة عن آدم وأولاده؟ أتقول إنهم كانوا يعيشون عيشة البهائم لا يعرفون ما يأتون وما يذرون؟ وكفاهم هذا خزيا. وقد نقل ابن حزم الإجماع على نبوة آدم عليه السلام، وينطبق هذا الحكم على زعيم الوهابية محمد بن عبد الوهاب الذي زعم أن أول الرسل والأنبياء نوح عليه السلام، وكأبي بكر الجزائري مؤلف الكتاب المسمى منهاج المسلم والكتاب المسمى عقيدة المسلم. وتسمية هذين الكتابين بهذين الاسمين تحريف للحقيقة، فهذان الكتابان جديران بأن يسميا بضد ذلك، فيقال في الأول ضد منهاج المسلم وفي الثاني ضد عقيدة المسلم، لما فيهما من أشياء مخالفة لمنهاج المسلم وعقيدته. وآخر دعوانا أن الحمد لله.